نظمت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة مهرجان للمشي في جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار احتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد. كما شاركت مديرية الشباب والرياضة بأسوان في فعاليات هذا المهرجان بكورنيش النيل بمدينة أسوان. لكم متابعة الزميل محمود عبد الحافظ. في إطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، نظمت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة مهرجان للمشي في جميع محافظات الجمهورية. وفي أسوان شاركت مديرية الشباب والرياضة في هذا المهرجان من خلال تنظيم عدة فعاليات وأنشطة رياضية بكورنيش النيل بمدينة أسوان. كل سنة ومصر بخير وسعادة وأمان. بنعرف الولاد الصغيرين النهارده اللي جايين، بنعرفهم العزه والكرامه اللي عاشتها مصر في انتصار اكتوبر، بنعرفهم الجيش المصري عمل ايه وبيعمل ايه لغايه دلوقتي. تمام. طبعا زخم كبير في محافظه اسوان بمناسبه احتفالات اكتوبر. من ضمن الاحتفالات عندنا امبارح تمت الحمد لله بطوله اسوان لسباحه المسافات الطويله في المياه المفتوحه، بتستضيف محافظه اسوان وللمره الاولى في تاريخها المهرجان السادس للتمور ان شاء الله الفتره من 8 ل 10 باذن الله. استضفنا امس استضفنا سفينه الشباب العربي اللي بتزور الصعيد المصري من اول اسوان لغايه القاهره، 120 شاب وفتاه من الدول العربيه المصري. مش عايز اقول لك يعني احنا عندنا يعني زي ما قلت لحضرتك احنا زخم بمناسبه انتصارات اكتوبر، بنعرف العالم كله وبنعرف شبابنا الصغيرين وبنعرف الدنيا كلها مصر ايه وكانت ايه وهتفضل ايه باذن الله. من خلال اهتمام الدوله بالرياضه بصفه عامه واهتمام فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضه تحت عنوان الرياضه امن قومي، تنظم وزاره الشباب والرياضه هذه الفعاليات، تنظم وزارة الشباب هذه الفعالية بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وهذه عبارة عن مهرجانات، هي عديد من المهرجانات من ضمنها المهرجان اللي احنا شايفينه حضرتك اللي هو مهرجان المشي والأسكت، تمام، اللي هو الأسكت شوز اللي بنشوفه العيال بيلعبوا فيه في السكة. الماراثون هيبدأ طبعا هنا من مسجد الجامع اللي هو نادي أسوان نادي كيمة، هيبدأ بمسيرة مشي، وفي قدامهم لعبة الأسكت اللي هي اللعبه اللي بنشوفها دلوقتي في شوارع مصر. هتبدا من هنا وان شاء الله هيفتح سياده معالي الوزير البرنامج فيديو كونفرنس، وهننتهي في عند نادي اسوان ان شاء الله، واحتمال يتعمل برضه مهرجان الاسكت ده قدام محافظه اسوان باذن الله تعالى. وزاره الشباب بتعمل مهرجان احتفالا ب 6 اكتوبر بالاشتراك مع مدير الشباب والرياضه باسوان، واحنا جايبين كل المراكز الشباب والانديه بالاحتفاليه دي. من ساعه ما بلغونا الوزاره بلغتنا بالمهرجان بنستعد بمبعاتنا للانديه ومراكز الشباب والجهات المعنيه بالموضوع، وحضرنا المهرجان جبنا كل الشباب الموجودين دول. وفي بالاضافه لفي شباب الاسقيط، في الناس متولين موضوع الاسقيط ده العجل ده، وبالاضافه لدول يعني. والله احنا امبارح كنا مشاركين مع جنوب الصعيد للسباحه المياه المفتوحه، كنا مشاركين معاهم، كان في مهرجان سباحه امبارح، كان في منتخب ومراحل سنيه، كل المراحل السنيه مشتركه، في انشطه كتير يعني، في ما في دا في دوري بنعمل دوري الاكاديميات كره القدم، بنعمل دوري مراكز شباب، بنعمل بطولات زي ماراثون ومشي، زي كنا بنحتفل بالشباب العربي بيوم الشباب العربي، عملنا احتفالات برضه يعني، في أنشطة كثيرة متعددة يعني. كما يتزامن هذا المهرجان مع تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. محمود عبد الحافظ لقناة طيبة.